اش غادي نقول لك على الاخ نتاعي؟ انفجار وقع مع عند هذا الجار نتاعي من هنايا، ودروك هو راه يقول لي البوطا انا كانت هنا المدام نتاعي والولد والوالد ديالي واحد الكليانه وبنتها، الحمد لله ملي خرجت الامور على سلام بعدها ما وقع حتى حاجه. وثاني حاجه انا لما طبقت عندي لا بوطا لا والو، انا البوطات ديالي ها هما كلشي كاين هنا، كلشي كاين. وكان عندي انا عندي 9 البوطات هنا، لو كانت طرقت وحده راه غادي يمشيو كلش، وما واصلا الدليل ما كاينش ديال البوطه. الشرطه العلميه ولا الدرك الملكي ولا حتى واحد ما لقى حتى خبشه ديال البوطه. الضرر اللي وقع مع الجار ديالي، داكشي طاح حتى تشوف السده ديالو من الفوق طاحت، ما كان البوطه راه كانت ضرر المحل اللي منها، ضررت بزاف، ضررت كي سميتو الريدو خرج، ما بقى الماتريال انت تشوف ما بقى حتى شي حاجه. وهو يقول لك البوطة اللهم من هذا منكر. حنا اللي جاو الشرطة وداروا التحقيق ديالهم، وحنا في جرد التحقيق ونتسناو الفرج من عند ربي. وهذا السيد هذا تعدى عليا يقول لك البوطة وشوهني هنايا، وكيقول لك البوطة كنت طبقات البوطة الله يسر وصافي. راكم ديجا راكم شايفين الكارثة ديال البوطة، والله يحفظنا من هاد الكوارث ديال البوطة. ها انت تشوف راه الضرر ديال كي سميتو ديال السده ها هو فينا هو. الشرطه راه الدرك الملكي راه جاو داروا الاجراءات ديالهم وكل شيء، وكنطلب حقي من هذا السيد هذا، راه ضررني وانا ما ضريته ما والو، زاد كيكتب البوطه ودار عليا وشوهني وشوه لي سمعتي. انا نطلب من السلطه ونطلب من الشعب حتى هما يعاونوني. كاينين الخوت هنا كانوا قبل جاو قبلي للحديثه، خرجوا لي وليداتي وخرجوا هذا الشيء للناس اللي مقيوسين، ودروك يزيد يقول لك البوطة. انا خصني نطلب غير حقي وصاي، ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير حقي، غير العدل تحكم لنا بالحق ديالنا. يا الاخ لو كان كانت البوطة راه غادي تدي معها واحد جوج بوطات ولا ثلاثه، ولو كانت طلعت للفوق ولا ما انت تشوف غادي تشوف الضرر كاين للفوق، كاين للفوق الضرر غير من السده الفوق طاحت علينا، خرجت حتى للجرده لهيه ما بقى حتى حاجه. الحمد لله ملي راه معجزه من عند ربي، ملي لقاو لنا الوالد بقى بالصحه، ملي حاولوا وليدات وداك العائله اللي كانت هنايا، وما الحمد لله ملي خرجت بسلامات. لا ماشي البوطا اخي، البوطا ها انت تشوف كل شيء هو كاين حداك، البوطا هي كاين هنا، وجاو الوقايه المدنيه شافوا البوطا لقاو عندي كل شيء طافي. حنايا داك الوقيته ديال 12 ونص حتى 3 كيكون كل شيء طافي، كنمشيو كنرتاحو كناخذو قسط الراحة وعاد كنجيو نخدمو هنايا. أنا نضيف خصني حقي للعدالة، نطلب من العدالة تاخذ لي حقي، هادشي اللي نطلب حقي. وهاد السيد هذا خصني هادشي اللي دار عليا هاد بوطة طلقات وهادشي خصني تانا ناخذ حقي. في جراء أخي وقع في السدة الفوق، ما وقعش عندي أنا لتحت، وكان وقع عندي لتحت نقول وأنا عندي، أنا ما عندي لا خيوط دايزين ديال الضو لا تلعبة، لا خيوط ديال الغاز، لو الغاز كان برونشي ديجا القراعي كان مبرونشيهم ديريكس الفران ديريكس الكريا ديال الاخر ولا الفرنو، عندي القرعه ديريكس من الساعه اللي سميتو. وهادشي هذا راه من عنده من الفوق من السده، هو داير المطبعه الفوق وداير الكليمه ديالو، داير صوالح عنده بزاف ديال المطبعه في قفز، داير مطبعه في قفز. هذا راه ملي كان يدوزو ملي كانوا هنايا الشرطه هنا يقولوا ملي كدوز كندوز جني بالجم، فهمتوا؟ لا والضرر راه جا من عنده خرج لعنده. وكان الانفجار عندي غادي كانت عندي وقعت الحادثه غادي انفجر لهيه، ما غادي انفجرش اللي عندي البرانة، ولا غادي انفجر اللي عندي ديريكت لهيه ما قيسوش هو، فهمتوا؟ الضرر جا من عنده ضرب لعندي البرا ماشي من عندي لا عنده. وكان عند الاخر عندي انا نقولوا غادي يمشي لعندو داك الشيء كلشي لهيه ما غيطيحش لعندي انا. وانا الاغلبيه كنطيب على برا، انا عندي السفنج برا، الحرشه برا، عند الباب هنا كنحطها عند الباب، كل شيء برا. انا عندي بوطه والفران اللي كاينين لداخل، الفران هو اللي كاين لداخل، ما كنشعلو واحد نص ساعه ما باولا كيتطفى، ندير فيه واحد شويه القراشل وهادشي اللي كاين.